سمعت الصوت بأيضا ننتقل إلى مركز تغيير حتى الآن أحمد العازي حصل على 2,500 حصل على 2,464 صوت. أما في المركز 15 بابر سعد العازمي حصل على 2,304 صوت. طبعا الآن في مع هذه التحديثات والتغييرات التي تتأثر في الساعات القادمة وفي اللحظات القادمة نرجع ومشاهدة من الطرف مع صالح لمطيري وضيف الكريم لاستكمال بقية الاستوديو التحليلي ومواضيع تفاصيل 2022 إلى الجمهور. شكرا جزيلا على الظاهر يبدو انه صراحة قليلا مع هذه الارقام حتى اوجهكم واسلم.